في موضوع آخر معنا اليوم في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين مصر والسودان، وحرصا على تنسيق المواقف والرؤى والمصالح المشتركة بين حكومتي البلدين الشقيقين، استقبلت القاهرة دكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء الجمهورية السودانية في زيارة رسمية إلى مصر امتدت ليومين، رافقه خلالها وفد وزاري رفيع المستوى، حيث كان دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على رأس مستقبلي في مطار القاهرة. جاءت هذه الزيارة في إطار التشاور المستمر والزيارات المتبادلة بين الجانبين، والتي كانت آخرها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السودان يوم السبت الماضي. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استقبل رئيس مجلس الوزراء السوداني في مستهل زيارته لمصر، وهو اللقاء الذي أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلاله على عمق العلاقات الاستراتيجية وأواصر الأخوية بين البلدين الشقيقين، والتي تمثل نهجا راسخا لدى مصر التي لا تتوانى عن تقديم الدعم للسودان في ظل المرحلة الانتقالية التي يمر بها. للحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب الصحفي أيمن السيسي نائب رئيس تحرير الأهرام. أستاذ أيمن، في البداية برحب بحضرتك على شاشة إكسترا نيوز. يمكن زيارات متعددة كانت من مسؤولين مصريين وأيضا مسؤولين سودانيين، كللت وتوجت بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السودان. برأي حضرتك أستاذ أيمن، أبرز الملفات وأوجه التعاون المشترك بين مصر والسودان؟ أولا، هو يعني الحقيقة هذه الزيارات العكسية أو المتوالية لي من مصر إلى السودان ومن السودان إلى مصر، هي تعبير عن يعني إعادة العلاقات إلى حقيقتها وإلى مجراها الطبيعي بين مصر والسودان كشعب واحد في دولتين، أو دولتين تمتد بينهم الكثير من الأواصر اللي الحديث عنها أصبح تحصيل حاصل أو من نافلة الحدود. ومن هنا أنا بس قبل ما نتكلم على السودان، أنا أرجو عبر شاشاتكم أنه ندعو جميع الناس إلى عدم إساءة أو عدم إساءة بين الشعبين، أو عدم إطلاق الشائعات وما يسيء بين ما يسيء الى احدى الحكومات او القيادات، لانه طيب. ده في الفتره الاخيره في اساءات كثيره، ودي اصبحت موجهه ومن وراءها وراءها يعني. يمكن استاذ ايمن الرد على هذه الاساءات ياتي بتحركات على ارض الواقع. السودان الان او السودان الشقيق الان يمر بمرحلة انتقالية، برأيك كيف من الممكن أن يكون لمصر هذا الدور في دعم السودان في ظل هذه المرحلة والظروف التي يمر بها؟ شوفي، السودان بيمر الآن بمرحلة مش يعني مرحلة شديدة الخصوصية بالنسبة للسودان كدولة وبالنسبة للشعب السوداني، وهي قد تماثل ما كان في السنتين من 54 ل 56 في القرن العشرين. السودان مرحلته الان مرحله مفصليه شديده الـ يعني التاثر والتاثير. لذلك عوده العلاقات بين مصر والسودان بهذا الود وهذا الحب، هو يعني فيما رايت من اصدقائنا السودانيين هو طمانه كبيره. حتى كانت زياره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للسودان هي طمانه للشعب السوداني. صحيح. على مستقبله، ان مصر بقيادتها الحكيمه تقف وراء الشعب السوداني وتمد له يد العون في مختلف المجالات. انا في رايي ان في مجالات كثيره، وانا الكلام اللي هقوله ده مش يعني هو نابع من الارض السودانيه، وانا شفته على الارض ومن خلال اصدقائنا في السودان. إن مصر السودان تحتاج يعني إعادة هيكلة في نواحي كثيرة جدا، وإعادة تسيير وإدارة مواردها في مجالات متعددة أهمها الزراعة مثلا. مصر عندها يعني الخبرات الزراعية الكبيرة، وعندها كمان هم محتاجين إلى الأسمدة، مهم جدا، قطع غيار بالنسبة للمعدات العسكرية، المعدات الزراعية، المبيدات والأسمدة الزراعية، ده مهم جدا، لأنه كان السودان بيحصل عليه من بعض الدول. تقريبا تم وقف
هذا مد السودان بهذه الأتمدة زي اليوريا والفوسفات والمبيدات. تطوير المجال الصناعي مهم جدا، وهذا هيعتمد على الطاقة ويستند على الطاقة المصرية أو توصيل الكهرباء. احنا عارفين ان مصر عندها اجمالي الطاقة الكهربائية في مصر تقريبا اكثر من 60,000 ميجا وات، يعني انفق عليها استثمارات في مصر 802 مليار جنيه، واصبح عندنا طاقة تزيد عن حاجتنا. يعني مصر اصبحت مصدر لتوريد الطاقة في المنطقة، وهو بالطبع ما تحدث عنه المسؤولين من البلدين الشقيقين أستاذ أيمن، متعلق بمشروعات الربط الكهربائي بشكل أو بآخر. ده مهم، لأنه الربط الكهربائي وتوفير الطاقة في السودان هيؤدي إلى تطوير المجال الصناعي والزراعي في السودان. وتطوير الصناعة ده يعني أهم حاجة، هو زي ما سيادتك اتفضلتي وقلتي الطاقة، كمان المواد الخام. مصر تدعم مفترض او حسب الاتفاقيات ان مصر هتقدم المواد الخام. مصر لديها مصانع كثيره، عندها صناعات تحت، صحيح، يعني تنتج المواد الخام اللازمه لعديد من الصناعات. اعتقد ده هيسهل، كما ان مصر بالصناعات اللي موجوده والشركات الصناعيه اللي موجوده ممكن ان تتمدد او تمتد هذه الشركات او هذه المصانع بافرع لها في السودان. اعتقد هيكون اقل تكلفه في الانتاج، لان هناك الموارد متوفره وتبقى بس الكيانات، اقامه الكيان الصناعي. طيب استاذ ايمن، في ملف اخر من الملفات التي يجب او توليها السودان اهميه كبيره، هو ملف متعلق بالصحه. يمكن في الاونه الاخيره تابعنا ولاحظنا تطور ملحوظ فيما يتعلق بقطاع الصحه في مصر. اذا كنا نتحدث عن حملات لصحه المراه 100 مليون صحه وغيرها، كيف من الممكن ان ولا يمكن ان نغفل ايضا خطوات الدولة فيما يتعلق بجائحة كورونا والتصدي لهذه الجائحة؟ كيف من الممكن أن تساند مصر السودان في الشق المتعلق بملف الصحة تحديدا والتصدي لجائحة كورونا؟ هو شوفي، خلي بال سيادتك، يعني 100 مليون صحة كمان نقدر نقول نشير إشارة عبر كده أن يعني أكثر من 5 أو 6 مليون سوداني في مصر استفادوا منها. صحيح. لكن في المجال الطبي، المنظومة الصحية بشكل عام، مصر متقدمة إلى حد كبير في المجال الطبي في مختلف أفرع الطب، بدليل أن احنا بنشوف كثير من إخواننا السودانيين والعرب بشكل عام بيجوا مصر للعلاج. نقل الخبرات مهم جدا. أعتقد أنه كمان من خلال الـ يعني التعامل أو نقل بعض الصناعات، أعتقد أن نقل صناعة أو إيجاد مصنع للأدوية في السودان من المصانع المصرية القطاع العام، أعتقد ده مهم جدا، هيبقى مهم لصالح الشعب السوداني، لأن إحنا كنا بنعاني في إرسال كثير من الأدوية، أو وإلى الآن بنعاني في إرسال كثير من الأدوية لأصدقائنا السودانيين، وأحيانا بيبقوا محتاجين لكميات، لأنه خصوصا لما بيكون في حالات عامة. طب هل أستاذ أيمن القطاع الخاص ممكن يكون ليه دور لافت فيما يتعلق بهذا الموضوع؟ يعني أنا بتحدث هنا عن الصحة، ولا القطاع الخاص هيكون ليه دور في المجالات المختلفة بشكل عام؟ شوفي سيادتك، هو إجمالا في موضوع الصحة، يعني مصر عندها خبرات كثيرة بتعمل على نقلها الآن إلى السودان وتقديم الرعاية الصحية والخبرات والتدريب، واعتقد انه لازم يزيد عمليه التدريب ونقل الخبرات. اما القطاع الخاص فانا اتمنى ان توفر الحكومه المصريه ضمانات جيده للمستثمرين في مختلف الصناعات، مش بس صناعه الدواء ومش بس صناعه الصناعات محدده، لكن على مستوى جميع الصناعات. انا شفت في السودان وفي كثير من الدول الافريقيه الصناعات المصرية موجودة وبتنقل. يمكن السودان حالة خاصة، لأن النقل بيننا وبين السودان برا وعن طريق بحيرة ناصر متيسر إلى حد كبير، لكن إقامة صناعات مصرية أو نقل صناعات مصرية إلى السودان أفرع لهذه الصناعات، أعتقد ده مهم جدا،
خصوصا في السودان سوق كبير، يعني دولة 30 مليون بني آدم، ومن السودان كثير من الدول المحيطة السودان تمتلك حدود مع 7 أو 8 دول أفريقية. كثير من المنتجات المصرية تتسرب إلى هذه الدول من خلال السودان، يعني التاجر السوداني بياخدها ويعيد تصديرها لبعض الدول. فوجود الربط الكهربائي أول حاجة تبنى عليه وجود هذه الصناعات، الخبرات المصرية وجودها هناك، وخصوصا المجال اللي سيادتك أشرت إليه هو المجال الطبي والصحي والدوائي، ده مهم جدا لأن إخواتنا السودانيين بيعانوا معاناة كبيرة في العلاج وفي الأدوية، وخصوصا إنه في ناس لا تمتلك القدرة على الوصول إلى مصر أو السفر إلى مصر للعلاج. فبالتالي نقل الخبرات المصرية، إيجاد أفرع من الكيانات الطبية سواء الصحية الطبية الدوائية العلاجية، ده مهم جدا. أعتقد ده في إطار دعم السودان، لأن استقرار السودان هو استقرار حقيقي مصر. أكثر دولة تؤثر في استقرار مصر هي السودان. أعتقد أنه العودة إلى اتفاقية التكامل اللي كان تم إبرامها بين الدولتين مصر والسودان في عهد الرئيس مبارك ونميري، أتمنى وأعتقد أن في تفكير بيتم لذلك، وأتمنى أن تتم، لأن التكامل بين مصر والسودان على الأقل في المجالات الرئيسية ودعائم الصناعة والزراعة بلدين. طيب أستاذ أيمن، سؤالي الأخير لحضرتك، عادة كل دولة بيكون لها أولويات بطريقة أو بأخرى أو بشكل أو بآخر. إحنا دائما ما نتحدث عن كيف من الممكن أن تفيد مصر السودان في هذا التوقيت، ماذا تنتظر مصر من السودان؟ تنتظر مصر من السودان هو توحيد الرؤى حيال الأزمات الرئيسية والخطوط الاستراتيجية العامة للأمن والاقتصاد والأمن المائي، سواء إذا كان في اتجاه سد النهضة، وتقريبا تم توحيد موقف البلدين كدولتين مصدع، أو أمن البحر الأحمر. البحر الأحمر كمان يجب أن يظل بحيرة عربية، وأن يظل آمنا لصالح الدول العربية في مجملها، ليس الدول المطلة فقط على البحر الأحمر. كما أن يعني السودان جزء مهم في الأمن الاستراتيجي في دول جنوب الصحراء، وهو مهم لمصر، وخصوصا ارتباطه مع ليبيا وتشاد والنيجر و يعني السودان مفصلي. طيب يعني بحديث حضرتك تحديدا أستاذ أيمن، حضرتك سامعني؟ طيب بحديث حضرتك تحديدا عن أهمية أمن البحر الأحمر، برأي حضرتك شكل التعاون فيما يتعلق بهذا الملف تحديدا كيف من الممكن أن يكون؟ هو توحيد الرؤى وتوحيد الخطوط الرئيسية للاستراتيجيات الأمنية لمواجهة أولا مخطط تفتيت المنطقة، لأنه لازال ولا زالت هناك قوى إقليمية تعمل يعني وكلاء للقوى الدوليه في المنطقه، توحيد الرؤى تجاه الازمات الخاصه سواء في القرن الافريقي او في ليبيا او في دول وسط افريقيا. ده مهم جدا. اعتقد ان الحكومه الحاليه في السودان تعي جيدا ان مصر اقرب الدول اليها واكثر، وان المصريين اكثر حفاظا على وحدة السودان وعلى استقراره وعلى سلامة أراضيه وعلى تنمية اقتصاده بالتجربة. صحيح. لأنه مصر طول عمرها كانت بتتعامل بشرف ونبل مع السودان وقضايا السودان. صحيح. وما زالت أستاذ أيمن، على كل حال أستاذ أيمن، أستاذ أيمن السيسي نائب رئيس تحرير إهرام، أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر.